في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعب العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء. وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي: اعتبار الإجابتين به جيم صحيحة للسؤال الرقم 34 نموذج ألف وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء، بناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة باء وتعديل نتيجتهم. هذا وقامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الإجابة باء، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من إجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسؤوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.